السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير يا عم بندر وجميع زملائك. التحدي هو انك تكتب اسم شخص غالي عليك وانت بغمض عيونك. من هو ذا؟ وبندر ذا صح؟ تعال بندر. ارحب ارحب يا ابو عايض، ارحب. استحب يا ابو عايض. هذا نواف بن عايض المنبه العسيري. ونعم. ما عليكم زود. ارحب يا نواف، ارحب. خلهم يعيدون نواف. الله وبركاته، مساك الله بالخير يا عم بندر وجميع زملائك. التحدي هو انك تكتب اسم شخص غالي عليك وانت بغمض عيونك. شرو الله بالسعد. بالسعد ايش كان؟ يقول تكتب اسم شخص غالي وانت مغمض عيونك. اوه طيب مع قلم؟ موجود، نشوف لنا قلم. اللي مع قلم يا شباب، المزعه المزعه. يا سلام. كذا المثقفين ما شاء الله، القلم معهم. لا لا لا، فيها اوراق، فيها اوراق. طيب حد معه ورقه بسيطه، بن ناخذ من هذه ولا لا؟ اي ابشر بالساعه. تعال تعال. لا ولا تبي هنا؟ لا لا عمي، غمض عينك. دي 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 دي. والله الكاميرا وين؟ وين الاتجاه؟ ها؟ طبعا انا على التحدي ترى كتبته وانا مغمض عيني. الاسم وشو؟ شعوان. ونعم. ها هل كتبته صحيحة؟ كسب التحدي ولا لا؟ هذا ابوي الله يرحمه. الله يجعله ضامن في الجنة. هذا والدي رحمة الله عليه. هذا الله يجعله ضامن صاحبك في الجنة. اللهم امين. الله ونشكر نواف والله يعطيه العافيه ان شاء الله، وبيض الله وجيهم وكلهم نحبهم والله العظيم، والله يرزقنا برهم احياء واموات يا رب. اللهم امين. اللهم امين. استاهل استاهل. طيب اعطونا المقطع اللي بعده. هو في احد راقد هنا؟ تعال تعال يا ابو مس. شو شو اما ابو مس تميز ما شاء الله تصميمك. كريم انا ما هستك مالك يا بابا. لك يا بابا قص المناشره الا الثالث اليوم ميلادنا. ما شاء الله تبارك الرحمن يا ابو مسر، شاء الله ان الله يخليهم لك ويصلحهم ويبارك فيهم. وش تقول؟ هذا على توأم الريم والمهر. ما شاء الله، هذا سبحان الله توأم جابهم الله في فرحتي. انا اعطيه المايك. عد كلامك ترى مايك خربان داعي من الاسبوع الاول ذاك. ايوه يخرب من هذا الحين. الحين شغال خلاص امورك طيب كويس. تكلم. اقول انا اعطاني الله بنتين في يوم فرحتين، هذا الرجال الفرحة الأولى قدومهم، الفرحة الثانية كانوا جايين في اليوم الوطني 89. ما شاء الله تبارك الله. كان حتى عنوانه همة حتى القمة. ما شاء الله. كان من أحد الآراء اللي جاني يسميهم همة وقمة لأنهم جايين في اليوم الوطني. ما شاء الله. أشوف ونتشرف إن نكون في يسمى الوطن. لكن الريم والمها كان رأي الشيبان ورأيه وسمناهم الريم والمها عشان يعرفونهم بس الشيبان. لاني انا احب الاسماء اللي اعرفها الصغير والكبير الله يخليهم لك ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذا كان تحديهم يقولون وش المناسبه اللي جينا فيها؟ هم جايين في اليوم الوطني 89. الله يخليهم لك ان شاء الله. الله يجزاك خير ولا يهينك كم مره. ولا يهينك ولا يهينك قرب دعمك. فقرتك ممتعه ننتظرها كلنا، يعلم الله اننا ننتظرها. وهذا دل على تميزك وتميز فريق دعمك والشهاده لله. تستاهلون يا ابو مسر وكل ما نقدمها لكم. جعلني ما نعد. اعطونا المقطع اللي بعده. السلام عليكم، أنا شوق متعب. كيفك أنس؟ أنا أشجعك وأتابعك أتحداك تسوي كذا. قلب دورين أنت بين بعد. لا
السلام عليكم، أنا شوق متعب، كيفك أنس؟ أنا أشجعك وأتابعك أتحداك تسوي كذا. عرفت تسوي قلب؟ الله يصلحها يا رب يخليها لأهلها إن شاء الله. الله يصلحها يا رب يخليها لأهلها. أقول ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه أخت صديقي ومحزمي مشعل بن متعب الحبردي. استاهل استاهل استاهل. عسى الله يصلحها إن شاء الله يخليها لأهلها بإذن الله. شكرا محمد مفرح. أي لاف يو محمد مفرح. أعطونا المقطع اللي بعده. أخي محمد، أخبارك أتحداك تسوي 20 تمارين ضغط.